مناطق صحراوية، وبالتالي ومعظم تعداد السكان النهاردة يقطن حوالي أقل من 7% من مساحة مصر. يعني نيو ستاتمنت نفسها أو المستوطنات البشرية الموجودة في مصر على أقل من 7% من مساحة الدولة. أنا هتكلم معاكم شوية بالعربي وبعدين هنقول كلمتين علشان الدول اللي معانا. لكن بالتأكيد أنا سعيد بوجودي مع حضراتكم في جامعة القاهرة. كنت هبقى أكثر سعادة لو كانت الميكروفونات دي تحت عشان أشوفكم. لا معلش، إحنا أكيد حاسين ببعض. جامعة القاهرة جامعة عريقة محترمة، الجامعة الأم اللي أنا شخصياً شرفت بإني كنت طالب فيها في كلية الهندسة. كلية الزراعة ليها معزة خاصة في نفسي، لأن أخويا الكبير أستاذ في زراعة القاهرة دكتور أسامة الشيحي. والزراعة الحقيقة في الفترة الأخيرة تراجعت عن في قبول الطلاب عن المكانة اللي كان يجب إنها تكون فيها. فوجدنا إن على مستوى التعليم العالي أعداد من الطلاب اللي تقبل في كليات الزراعة أقل من المفترض إن يكون بشكل كبير. وده مش ظاهرة هنتوقف أمامها على إنها واقع، لكن برنامج الحكومة اللي قدم قدرة لتنمية حقيقية في مصر، التعليم العالي والبحث العلمي مرتبطين، الزراعة مجال في غاية الأهمية لينا في مصر ولامتدادنا في المحيط الإقليمي والقاري. عندنا مشكلات، بنتكلم على المية، بنتكلم على تعمير الصحراء، بنتكلم على تنمية مجتمعات جديدة. بالتأكيد الزراعة عنصر أساسي فيها. الزراعة دلوقتي النهاردة كان المؤتمر المنعقد اللي فيه مجموعة كبيرة من الخبراء العالميين من دول عديدة بيتكلم على التكنولوجيا التي تستخدم في تعمير الصحراء. أعتقد ده موضوع مهم جدا، وإحنا بالتأكيد بنتابع المؤتمر وتوصياته وأي نتائج قيمة نستفيد بيها في التنمية الحقيقية اللي بتتم على أرض مصر. دور الوزارة يا فندم في دعم الاستعداد للمؤتمرات ودعم البحث العلمي. احنا بندعم كل المؤتمرات وكل التجمعات العلمية الجادة اللي بتضيف لينا رؤية وبنستفيد فيها من خبرات الدول الأخرى وثقافتها، وبنستفيد الأهم بقى إن احنا مش بس بنتبادل الخبرات وبنستفيد، ولكن الإمبلمنتيشن التطبيق احنا بنطبق في الأمور في مراحل. أول بنشتغل على عليه البايلوت اللي هو المراحل التجريبية، ثم بتتسع إلى المراحل التنمية الحقيقية. فبالتأكيد البحث العلمي هو البداية. آلية الوزارة.